هل هذا سقف تعاون إسلامي؟ سقف التعاون الإسلامي أننا نجتمع نلتقي نشرب القهوة ثم بعد ذلك نأخذ صور جميلة جدا ثم بعد ذلك نقول للجمهور إلى اللقاء إن شاء الله في المأساة القادمة نلقاكم، هل هذا طرح؟ يعني هل رأينا من منظمة التعاون الإسلامي شيئا غير الشجب والاستنكار كما يحصل في الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة وقبلها عصبة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية؟ يعني من أنا أعبر عن استيائي وإذا ازداد الأمر استيائه الشديد، يعني هذا شيء مهم هذا جدا، هذا جسم مختلف اليوم، هذا يختلف. يعني أكثر ما سمعناه الاستياء، ويعني إذا وصلت الأمور إلى ذروته يقول استياء الشديد. يعني أنت منظمة، أنت منظمة دولية معترف بك دوليا، لك ثقة لك سياسي، يعني هذا لو قاله ابن الشارعات، أما أن تقوله أنت كمؤسسة رسمية دولية هذا لا يقبل. فبالتالي تخلت المنظومة الكلاسيكية العربية والإسلامية عن دورها، اليوم فشلت المشروعات، سقطت كل الرهانات، نحتاج إلى رهان رابح. بالتالي الشخصيات الموجودة، وهذه إرهاصات، يعني بمعنى قد تتم وقد يحدث حرب نووية لا تعرف، لكن أنت تتحدث عن شيء. الشخصيات الثلاث شخصيات وازنة، دول ديمقراطية، تعداد سكاني هائل، موقع جيوسياسي هام جدا، نهضة اقتصادية قوية جدا، قدرة على التكامل، أرضية مشتركة في الدين، في الفهم. يعني مثلا الدين، يعني نوعية التدين، لا أقصد الدين الإسلامي، نوعية التدين موجودة في تركيا مشابهة للماليزية، مشابهة للباكستانية، يعني لا تختلف عنده. إذا سرت في الشارع التركي يقول لك هل أنت مسلم؟ ما بيسألك سني شيعي شافعي، لا يسأل هذه الأسئلة إطلاقا، مسلم الحمد لله خلاص كفاية. فبالتالي القبول بالإسلام كفكرة شيء جميل، لإنشاء مثل هذا التحالف كقاعدة أساسية. ثم بعد ما الذي يمكن أن يعرقل هذا التحالف؟ الأطماع الغربية العربية بكل أسف، والعربية قبل الغربية. لماذا؟ لأن أوروبا اليوم تحتاج. النظام الإيراني شو دوره؟ النظام الإيراني سيسعى للدخول بقوة وبحسم، لأنه يعرف أن باكستان وتركيا تحيطانه من الجهات الإثنتة، بمعنى سقط. في تقارير تتحدث عن محاولات إيرانية لتخريب هذا التحالف. لن يستطيعوا إذا اكتملت الرؤى، وأظن أن النوايا صادقة ما بين الاثنين، وأنها أخذت وقتا لتنضج. يعني بمعنى هذه الأفكار طرحت منذ عقدين من الزمن الآن. تخريب من البوابة الباكستانية بالتحديد. لن تستطيع لشيئين، أولا أن باكستان تحتاج مثل هذا التحالف لوضعها الاقتصادي والفقر المستشري فيها، تحتاج إلى نافذة ورئة اقتصادية تتنفس منها وجهة مأمونة دون أن تمارس عليها ضغوط، دون أن تمارس عليها الابتزاز السياسي، دون أن تمارس عليها الضغوط. فبالتالي هذه ما بيطير عمران خان بانقلاب عسكري إذا تجاوز الخطوط الحمراء. كل الخيارات متاحة للسياسة، يعني الثابت الوحيد في السياسة أنها تتغير، لكن الثابت الوحيد أيضا أن المشروعات الاستراتيجية القوية والتي يحتاجها الواقع ستنفذ على أرض الواقع. يعني مثلا هناك تحالف وادي النيل، الحلف الاستراتيجي ما بين السودان ومصر، منذ 30 سنة وحسني مبارك يرفضه، منذ 30 سنة مطروح. هذا الحلف سيغير واقع العلاقة ما بين مصر والسودان، مرفوض دون أي سبب. كل الخلافات حول حلايب وغيره كلها خلافات تافهة، لأن المشروع المطروح أن الثقافة واحدة، التاريخ واحد، أن الآثار الفرعونية تملأ السودان كما تملأ مصر، فبالتالي تاريخنا وحضارتنا واحدة. فبالتالي مشروع وادي النيل للتكامل الاقتصادي والسياسي والمعرفي ما بين السودان ومصر مشروع مطروح منذ 3 عقود، لكنه لم يجد النور لغاية الآن. ما الذي يحتاجه؟ يحتاج إلى قيادة. اليوم في هذه المبادرة الوليدة نحن رأينا رأي العين، القيادة تطرح المشروع والقيادة الأخرى توافق والقيادة الأخرى ترسل به تويتر موافقتها المؤيدة تماما وجدا جدا، كما عبر وزير الخارجية الباكستاني جدا جدا عن تحالفها لهذا الأمر. باكستان انسحبت من التحالف السعودي الإماراتي في حرب اليمن لأن الرؤية غير واضحة. هذه الرؤية فورا عبرت عن مساعدتها، وباكستان تثق بتركيا، وماليزيا تثق بتركيا، وتركيا تثق بالدولتين. بالتالي عامل الثقة، عامل النوايا الإيجابية بين الرؤساء، وعامل التعارف الحقيقي والتعاون. يعني موقف تركيا من فيضانات الباكستان كان موقف لافت إنساني، يعني الدولة الوحيدة التي أرسلت فورا الزلزال الفيضانات، أرسلت كل المساعدات، كل ما تحتاجونه تركيا طوع أمركم، شعرت الباكستان فيها وكانت عنصر فارق أننا إخوانكم. فبالتالي هذه كانت محطة قبل عدة سنوات لافتة جدا أسست لهذه الأنماط من التعاون، تحتاج طبعا إلى برامج ومشاريع أستاذ علاء، تحتاج إلى شراكات وفرق عمل مشتركة، تحتاج إلى جهود، لكن أطلق العنوان. يعني دعني أقول هكذا، رفعت الراية في ملعب كرة القدم، الآن على الجميع أن يشكل فرقه وعلى الحكم أن يستعد.